عن تسجيل وسط. انا رايي الشخصي ان النصر ما قد يحاول رجع المباراه بعد تسجيل هدف الى حد ما. لكن ابو سعد مثل هاللقطات اللي تكون في المباراه شفنا وسلي وحسين عبد الغني، هل هي لقطات تحدث في الملعب؟ انت لاعب سابق، تحدث في الملعب من الحرص على المباريات والحماس والاثاره قبل المباريات، ام انها مشاهده لاعبين وقت مباراه فقط تنتهي؟ والله شوفوا هي تحت بس ما تحدث بالصوره هذه صراحه، يعني احنا نتمنى انها ما تحدث بالصوره هذه، لان يجب انه يكون يعني لدينا ثقافه، فان كره القدم تنافس، كره القدم تنافس، عندنا احنا بكثره هذه الاشياء تصير للاسف، ومع ان احنا يعني ممكن احنا نكون التنافس عندنا كرياضي اكثر. يا اخي احنا المفروض نكون نتمتع بالاخلاق، هي مباراه وتنتهي. عندي فاصل اعلاني، لكن هل ماتورانا سيغير ام لا؟ وبدايه الشوط الثاني من خلال الشوط الاول، من خلال الشوط الاول انا ما يغير هو الا اذا اجبر على ذلك، يعني صراحه ما يغير الا اذا